للميكروب تلقط من العملية. عمل لي الوفاة طبيعية. الصحة في البلاد، المسكين يمشي يحرق ولا يموت في البحر، حسن له صراحة. كتفتش على المسؤول ديال محمد الخامس ما كاينش، كتفتش على الطبيب ديالو ما كاينش، غبروا غبره واحده ما كاين والو. كامل لك هايد كتقول له كل شنو كيقول لك انا محاسب. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كاملين. انا امينه الريش، الزوج ديالي مرض شي حاجه في كرشه كتحرقوا شي كي شي حاجه بسيطه. ديتهم الطبيب، سقسيت ثلاثه الاطباء بعدا، مشيت لكلينيكا كاين الدكتور، عطيته التقرير ديال التحاليل وديك الشيء، قال لي ضروري خص هذه العمليه، يعني حتى الا ما تعملتي العمليه دابا غيكون الراجل يمكن تعمل له شي مرض خايب، يعني دابا باقي الحمد لله ما كاينش مرض خايب. سقسيت الدكتور اخر قال لي نفس المشكل. ساعه ملي سقسيته قال لي هذه العمليه خصو ضروري يعملها. ساعه قلت له صافي يا دكتور، كنعيط ما كان واقيلا مشغول ولا ما شنو. المهم اتفقت مع هذا عمل له العمليه. مشينا في 8 الصباح، ما تعملت العملية حتى 12 ونص، يعني 12 ونص عاد تعملت العملية. خرجنا في 8 كنا خرجنا بحالنا، ماشي مشكلة، الراجل واقف على رجله الحمد لله. ديتو للدار كنعمل له الدواء ديالو اللي خرج لي. الاثنين ثلاثة الأربع الليل، الأربع في الليل، الخميس جاتو السخانة ما كتهودش، في الأربع كانت كتهود له شوية بالدواء ديالو، الخميس كنعطيه الدواء ما كتهود لهش السخانة. ديتو للكلينيك قالوا لي احنا ما عندنا ما نعملوا لك، يعني عيط للطبيب ديالو. قلت له انا عملت له العمليه هنا، كيفاش غنمشي بحالي وانا عملت له العمليه هنايا؟ قالوا لي مشي ديهن الكابيني ديالو. هزيت راجل هيداك شبرا فيه بالدرع، ديته الكابيني ديال الدكتور، بقيت كنستنى تما حتى جا. ملي دوزو قال لي لا ماشي شي حاجه خطيره، قال لي ربما يكون العمليه يعني عملت شي ميكروب ولا شي حاجه. وما بدل له هذه، عطاني واحد الدواء اخر انتيبيوتيك، قال لي صافي عيط دير الراجل للدار وصافي. الخميس العشيه الجمعه زاد عليه الحال، كنعيط له حتى واحد ما كيجاوب. كنعمل ديك الدواء كيزيد الراجل، ما عرفتيش شنو غنعمل له. كنقول له يمشي للطبيب هو كيعمل لي مسكين عيل، لا يعني ما عندوش الجهد باش ينوض. السبت ما صبحش كيتحرك، ديناه الكلينيك. ملي ديناه السكر طايح بزاف، الطونسيو طايح بزاف، بقات غير كتغوت وكتجري. عملت اللازم ديالها هي مسكينه، قالت لي صيفطوا محمد الخامس. دينا لابينوس تما السبت حتى نهار الجمعه، داموا الامانه امانتهم، عندهم داكشي من تحت لتحت كيغطيو وعطياتهم. صراحه انا حسيت بهم وقلت على الله ينقذوا لي عي راجلي. كنت كنخلي راجل تما كنعاود الكلينيك، كنقول لهم شو الراجل اللي جبت لكم انا، شو الحاله ديالو فيه وصلت، يعني خصكم الخطا ديالكم تصلحوه. وانا ما كنطلب منكم حتى شي حاجه الا تنقذوا لي الراجل ديالي قبل ما يموت. قالوا لي لا حنا غنتصلوا نتصلوا نتصلوا. ما شي دواء، قالت لي شي فرميلا شي دواء تقادالو ديال الطونسيو وبعوضوه له بشي دواء اخر. قلت علاش غيعاودوا لي انا يجربوا لي انا في الراجل ديالي؟ هوتني كلينيك كنجري. قلت له دكتور بالغوات، قلت له قلت له دكتور انا قلت لك تيني غتكلف لي راجلي الدواء ديالو تحضروا لي فيما بغى يكون. قال لي انا قلت لك غنحضروا هذا. قال لي بغيتي الفلوس، ها هما الفلوس شري الدواء. انا ما وقفاش على الفلوس، انا وقفت نقد لي الراجل ديالي حدو باقي في الحياه. محمد الخامس ما كيعطيوناش الاخبار، كيعطيوناش شنو كاين اصلا تما، يجبرت شي كوارث. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كاملين. المدير دخلت عند المدير قبل ما يموت الراجل ديالي بنهار، قلت له دكتور الحاله ديال راجلي شنو هي؟ قال لي الميكروب تلقط من العمليه. قال لي بزاف ديال الحالات جاونا هاد الحاله هادي، بزاف ديال الحالات جاونا. قلت له دكتور يعني كيفاش تلقط من العمليه حتى يوصل هذا؟ قال لي هذا الفيروس فيروس خطير يعني قاتل. ايوا قلت له شنو الحال؟ قال لي لا حنا كنعملوا اللازم ديالنا. طبعا حنا اليوم كنتحدثوا على الحالات ديال الوفاه غير الطبيعيه ديال واحد السيد اللي هو من اطيب خلق الله، اللي خلى مع كامل الاسف جوج ديال الايتام، ولد وبنت، وخلى ام كاريه كتقاتل على الرزيق ديالو وليداتها. طبعا ملي كنهضروا على الموت كنقولوا ان لله وانا اليه راجعون، ولكن ملي كتحس في ذاك الموت بالحقره وكتحس على ان تدخل الانسان والاهمال، حيت شي ماشي ولد فلان اولا ما عندكش الفلوس كنتي السبب، كانوا اولا كانوا هاد العوامل هما السبب ديال الوفاه، فانا يا ان لله وانا اليه راجعون علينا حنايا، يعني على المغاربه، على اللي ما كيوقفش، على اللي ما كيوقفش ضد الفساد، ضد هذا الظلم اللي كاين. كان رانا ملي داموا الامانه امانتو، مشينا كنتابعوا الدوسي. انا شخصيا مشيت كنطلب الدوسي، ما عطاني حتى شي واحد الدوسي. كتفتش على المسؤول ديال الطبيب محمد الخامس ما كاينش، كتفتش على الطبيب ديالو ما كاينش، كتهضر للكلينيك غبروا غبره واحده ما كاين والو. هاد السيد هو ملي مشينا خرجوا الوثائق ديالو، قالوا لنا على ان هاد السيد مات موته عاديه، وحنا يا السيد خصنا نديوه ندفنوه، وبالتالي عندك الورقه المتعاديه. عطاوها لنا ما خلصنا حتى شي درهم. السيد ها هو كيعطيوها لك غده، غير خصهم يتهنوا.
وما رشتي شي واحد في الانعاش اكثر من سيمانه بالدواء بالتحاليل بكل شيء ديالو عطاوها لك بلا ما تقوز لاكيس غير دي سيد ديالك ما قوزناش تنطيو تسوق بكار تبولانسي انا جاتونيش انا الدار ديالو ماشي قانوني الدوسي السيد خصو يتعطى له هذه ماشي موته طبيعيه السيد عيمو طبيعيا والسيام هو معك في بلوك واش هادشي لوجيك واش هادشي معقول وملي مات علاش ما عطينيش الدوسي ديالو علاش ما تخليتش نتبع مساله ما فهمتش ولا رزات السيده نتبع مساله قانونيا يعني لمن غادي تتبع كتمشي تهضر مع الناس كيعمل لك هيدا كتقول له قول لي شنو كيقول لك انا محاسب علاش انا محاسب علاش خوفا شنو هي المشكله السيد ناس معناك اذا عارف شنو تما شي مشكله على الاقل اذا ما داتش هي السيده رزق وليداتها ولا هذاك الظالمين اللي تعدوا على السيد ديالها داو العقاب ديالهم على الاقل على الاقل يعرفوا الناس شنو كي شنو هو الطب في هاد البلاد هذا يعرفوا شنو كيتسناو ما كاين لا طبيب خاص لا طبيب عام اذا عندك شي واحد في هاد البلاد راك عايش مزيان ما عندكش اللي كالي عليك راك ما ساوي والو وكنطلبوا من الناس المحسنين الناس ديال المجتمع الناس ديال مواقع التواصل الاجتماعي ينشروا هاد يدعموا هاد السيده هذيا ينشروا هاد الفيديو يفضحوا اي واحد ما كيديهاش في الدراوج علاش لان غدا غادي تكون تينا في هاد الموقع غدا تحس بالظلم غدا تينا عاد تمشي للطبيب وعاد تعداو لك على الام ديالك وعاد تعداو لك على الاب ديالك فاللهم ان هذا منكر انا المدير ديال تقول له دكتور قلت لي بلي ان الراجل عنده هذا الميكروب وتهزم العمليه عمل لي في التقرير بلي ان مات الراجل بهذا الميكروب عمل لي الوفاه طبيعيه عمل لي وفاه طبيعيه انا قلت له الراجل ما ماتش وفاه طبيعيه انا عارفه وحاسه وعارفه ومتاكده علاش غيعمل لي هذاك وعلاش قلت لي البارح بالميكروب ونهار اللي مات قلت لي ما كاينش يعني موت عادي قال ماشي هو اللي كيكتب هذا التقرير هذا ما عرفتش شكون اللي كيكتبه وانا كنطلب المسؤولين هما يحاسبوا هاد المجرمين كاملين اللي عندنا في البلاد هادو مجرمين هادو كنسميهم انا الصحه اللي في البلاد ما كايناش الصحه في البلاد المسكين يمشي يحرق ولا يموت في البحر حسن له صراحه